مؤسسة الحسين للسرطان أطلقت حملة التأمين ضرورة أمن ضد السرطان في مركز الحسين للسرطان. الهدف من الحملة تعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في تأمين رعاية. مظبوط، هذا التأمين يضمن علاج شامل وفوري في المركز اللي مثل ما الكل بيعرف هو من أفضل المراكز المتخصصة في علاج السرطان في الشرق الأوسط. معنا اليوم الأستاذة خزيمة الصقري مديرة برنامج تأمين الرعاية في مؤسسة الحسين للسرطان للحديث أكثر عن هذه الحملة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا فيكم، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. وكمان معنا السيد دانيال شرايحة، رئيس إدارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء في بنك الاتحاد، وأيضا مشترك في تأمين رعاية، ليخبرنا عن تجربته في الاشتراك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، نورتونا. يعني إذا نتحدث ست خزيمة بالبداية عن التأمين، ما هو تأمين رعاية بشكل عام وإيش مزاياه كمان؟ هلا في البداية، تأمين رعاية هو تأمين مش برنامج جديد، هو أحد أهم برامج مؤسسة الحسين للسرطان. نعم. موجود من تقريبا 20 سنة. هو عبارة عن برنامج تكافلي غير ربحي تأميني، بيمنح الفرصة لمرضى السرطان المشتركين منه العلاج أو ضمان العلاج بمركز الحسين للسرطان، وبيغطي تكاليف العلاج حسب سقف التغطية اللي بيختاره المشترك. نعم. البرنامج فيه عدة سقوف تغطية برسوم خلينا نحكي سنوية بيدفعها المشترك مقابل أنه يكون مؤمن بهذا التأمين. نعم، موضوع جدا مهم، وتأمين أكثر تأمين مهم يمكن. صحيح. بهاي الأيام. ست خزيمة، شو هو شعار ورسالة الحملة لهاي العام؟ شعار الحملة التأمين ضرورة أمن ضد السرطان. ليه اخترنا هذا الشعار؟ هلا زي ما كلياتنا بنلاحظ أعداد إصابات السرطان عم تتزايد، وكلياتنا بنلاحظ هذا الحكي من الناس اللي حوالينا. يعني إذا بنطلع على الأرقام، في عنا حسب السجل الوطني للسرطان حاليا بكل سنة 10,000 حالة جديدة من السرطان تكتشف سنويا. مرض السرطان، في عنا أعداد بمركز الحسين للسرطان تقريبا 29,000 حالة حاليا مرضى على قيد العلاج بمركز الحسين للسرطان. كمان علاج السرطان مش عملية انه بيدخل المستشفى عملية وبيطلع بيشفى. البروتوكول العلاجي لمريض السرطان ممكن انه يحتاج من 3 إلى 5 سنوات اثناء العلاج، بالإضافة لأنه تكاليف علاج السرطان باهظة جدا. يعني إحنا عم نحكي عن معدل من 40 إلى 50,000 كلفة علاج مريض السرطان الواحد بدون مضاعفات. وهاي التكاليف كلياتنا نعرف انه يعني تتجاوز القدرات الماديه لاغلبنا، خلينا نحكي 50% من المواطن الاردني ما بيقدر يتحملوا هاي التكاليف. صحيح. لضمان استدامه وان يكون في تمويل لعلاج مرض السرطان، والمريض لما ينصاب وقع الاصابه على العيله مش بس على المريض كلها، اهم سؤالين بينسالوهم: وين بدي اتعالج، ومن وين بدي اجيب مصاري عشان اتعالج. عشان اجت هاي الحمله لتعزز اهميه وجود تامين لعلاج السرطان، انه هذا صار من ضروريات الحياه. صحيح. مع زي ما حكينا ازدياد حالات الاصابه، ونعرف الناس اكثر انه في برنامج تاميني تابع لمؤسسه مركز الحسين للسرطان بيغطي الناس بمركز الحسين للسرطان، احد افضل خلينا نحكي مراكز علاج السرطان، لانه احنا بنامن انه علاج مرض السرطان لا يتحمل الوسطيه، لازم. صحيح. او حق للجميع. صحيح. ويكون في عداله في انه الكل ياخذ علاج السرطان باعلى المعايير. لحد الان قديش عدد المشتركين بالحمله، سواء افراد او حتى شركات؟ احنا عندنا حاليا تقريبا اكثر من 210,000 مؤمن. 70% من هدول المؤمنين من شركاتهم اخذت المبادره وامنتهم. نعم. واخذت على عاتقها هذا الدور والمسؤوليه. نعم. و30% برضه من الناس اللي امنوا انه هذا البرنامج مهم وعمالهم بيساهموا بقيمه الاشتراك السنوي ليكونوا مؤمنين بهذا البرنامج. سيد دانيال، اذا بدنا نحكي عن الدافع لاخذ قرار الاشتراك في تامين رعايه، ما هو الدافع برايك؟ واحكي لنا اكثر عن دور بنك الاتحاد في هذا الموضوع. شكرا لك. حقيقه حاليا موضوع التامين الصحي صار من أساسيات الحياة، من أبسط المنافع اللي ممكن الشركات تزودها للموظفين والموظفات الموجودين عندهم. إذا كان موظف والموظفة مهمين عندك، فالتأمين الصحي هو واحد من أهم الأشياء، ومن أهمها تأمين برنامج رعاية. اللي إحنا حقيقة بالتأمين الصحي أغلبهم بكون مغطين مرض السرطان لا سمح الله لحد من الموظفين والموظفات، لكن مركز حسين السرطان الخدمة اللي بيقدمها لا تضاهى، ما في زيها. نعم. بكل منطقة الشرق الأوسط. صحيح. عشان هيك احنا اخترنا بالإضافة للتأمين الصحي العادي ان نشترك بهذا البرنامج، وهذا كان له صدى كثير رائع للموظفين والموظفات بتكلفة بسيطة جدا. يعني تخيل ب40 دينار بالسنة. نعم. يعني 3 دنانير و30 قرش بالشهر. انت بتغطي الموظف بتأمين ضد مرض السرطان، شو بدك
احسن من هيك باقل تكلفه ممكن. طبعا طبعا تامن حالك يعني. طبعا طبعا اكيد مهم كثير. بحب اعرف منك ست خزيمة انه الاشخاص اللي ما بيعرفوا عن هاي الحمله والمش مشتركين ببرنامج رعايه كيف بيقدروا يعرفوا عنها؟ يعني احنا دائما بمؤسسه الحسين للسرطان زي ما بتلاحظوا بكل برامجنا بنحاول يكون في عندنا حملات توعيه ومن ضمنها هاي الحمله التوعيه. رح نكون موجودين على السوشيال ميديا على الويب سايت اونلاين، بيقدروا الناس يدخلوا على صفحه او موقع مؤسسه ومركز الحسين للسرطان وبيقدروا يتعرفوا اكثر على مزايا برنامج تامين رعايه. رح نكون متواجدين يعني من خلالكم كمان انتم صوتنا اللي بنقدر نوصل فيه لكل بيت زي ما بنحكي. اللي بدخل كل بيت بدون استئذان. الشراكات اللي بنعملها مع الاذاعات التلفزيون والناس الثانية، الشركات اللي بتقدر تحكي عنا وعن تجربتنا تجربتهم معنا، بنقدر نعرف الناس أكثر عن هذا البرنامج. نعم جدا، يعني الموضوع لازم ينعرف بكل بيت، لازم كل بيت يكون عنده هذا التأمين. سيد دانيال مرة ثانية، ما هي الفائدة العائدة على موظفيكم من هذا التأمين؟ قديش بالنسبة لك بتعتبر أنه لازم من كبار من أطفال يكون عندهم هذا التأمين؟ وكمان شغلة يمكن حكينا عنها تحت الهواء، هل يشمل جميع الأعمار؟ يعني إذا حدا عمره 70، إذا حدا عمره 80، هل هو يعني جزء من هذا ولا الواحد يحكي خلص ما صار 70 80 سنه يمكن ما يقبله؟ احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. انا بحكي لك من حضراتكم هل حكيتوا بدخل كل بيت، هو حقيقه ما بدخل بس كل بيت، بدخل كل شركه. صح. فاليوم الشركات عندنا اذا كنت عندك 5 موظفين ولا 1000 ولا 5000 موظف، اليوم اذا صار حاله كانسر عند واحد كل الموظفين راح يخافوا على الشخص هذا وراح يرتاعوا وراح يكون في اثر نفسي كمان عليهم. فالتأمين كمان بريح الموظفين، بيعرفوا انه في لهم they are covered، هم مغطيين بهذا التأمين، وهذا من افضل المنافع اللي كانت لاثر الموظفين وبتكلفة بسيطة زي ما حكينا. هلا حقيقة لا سمح الله لما ينصاب واحد، وصار للاسف اكيد بصير بالشركات وبتصير هيك حالة، الاهتمام الطبي اللي بياخذوه بيساعد الموظف يرجع لمكان العمل باسرع وقت ممكن. حلو. وبرحله تعافي ممتازه. نعم. الخدمه المقدمه حقيقه ما في زيها، واحنا بنغطي الموظفين والموظفات وازواجهم او زوجاتهم والاولاد، العيله كلها طبعا، وبتساوي ما بين الموظف والموظفه بهذه المنفعه. حلو. وكل المنافع الثانيه. برافو. بس هذا بسيط جدا. هلا بعدين احنا اتحنا للموظفين والموظفات على تكلفتهم للاهالي، وعدد كبير من الموظفين والموظفات الحمد لله شركوا اهاليهم على هاي التكلفه وبدون اي حاجز للعمر. مهم. يعني وهذا مهم جدا. طبعاً. جدا جدا طبعا طبعا اكيد. بناء عليه ست خزيمة، يمكن ذكرنا قبل شوي قلنا انه يمكن قيمه تامين رعايه قيمه مش كتير كبيره يعني بالنسبه للعلاج، مقارنه العلاج مقارنة طبعاً. بالعلاج، لأنه تكاليف العلاج كما ذكرنا عالية جدا، ويمكن مش أي شخص بيقدر يقوم فيها. هذا الحكي كيف بسهم بأنه يدعم المركز بالفعل أنه يقدم ويستمر في تقديم الخدمات العلاجية؟ يعني على فكرة وجود تأمين تكافلي هي نوع من الأساليب اللي ممكن يستخدمها المؤسسة والمركز لاستدامة تمويل علاج مرض السرطان بالمركز. احنا البرنامج مبني على دراسات اكتوارية زي ما حكينا، او بضيف على اللي حكاه مستر دانيال انه احنا بنغطي او البرنامج متاح للأعمار ان شاء الله عمره 100 سنة او عمره يوم للأردنيين وغير الأردنيين للشركات والأفراد. شرطنا الوحيد فقط انه الشخص ما يكون مصاب بالسرطان اللي بده يتأمن بهذا البرنامج. على كل ما زادت قاعدة الناس المؤمنة ببرنامج تأمين رعاية، كل ما حسب دراسات الاكتوارية تقل الكلفة، وبالتالي بنقدر نغطي ناس أكثر، وبالتالي كلفة خلينا نحكي التأمين ممكن انها تقل. عشان هيك احنا يعني بنحب انه كل الناس يكون عندها هذا التأمين، كل ما توسعت هاي القاعدة بالتالي الفائدة بتعم على انه قيمة الاشتراك بتقل على الناس، وبالتالي عدد المرضى اللي احنا بنقدر نغطيهم او نعالجهم اكثر، وبالتالي في استدامة وموارد مالية لمركز الحسين للسرطان عشان يقدر يستمر. هذا التفكير منطقي جدا. طب ست خزيمة، يعني كيف حسيتوا كانت الاستجابة من المجتمع على حملتكم هالسنة والسنين اللي قبل؟ هل بتحسي عن جد في تفاعل والناس عم تلجأ لهذا التأمين ولا مش بالقوة اللي انتم؟ يعني احنا الحمد لله بمؤسسة الحسين للسرطان، لانه في ثقة عند الناس بالخدمات اللي بيقدمها المركز ومؤسسة الحسين للسرطان بكل برامجنا، سواء برامج الوعي والتثقيف او برنامج تأمين رعاية او برنامج حملاتنا اللي هي لجمع التبرعات. الحمد لله الثقة اللي بنيناها خلال السنوات بتأدي الى انه اي رسالة بدنا نوجهها للناس في عليها اقبال كتير كبير، وهذا يعني لازم نضلنا نشتغل عليه ونأكد عليه. الكواليتي خلينا نحكي تبع
كانت الخدمات المقدمة هي اللي بتأدي للنتيجة إنه الناس تتجاوب معنا بحملاتنا. والحمد لله عدد برضو 210 ألف مؤمن بالنسبة لأي تأمين صحي، وأكبر من أي حدا عنده تأمين صحي. فبالتالي إنه هذا دليل على إنه الناس كمان هلا في ازدياد صار عندها وعي بأهمية هذا الموضوع. سيد دانيال، بالانتقال الحديث لحضرتك، أكيد كيف بتصف مستوى دعم والرعاية اللي قدم لك يا مركز الحسين للسرطان بشكل عام؟ بصراحة كان مستوى رائع جداً جداً جداً، مش قادر أحكي قديش مفتخر بمؤسسة وطنية زي هيك. اليوم أنا يعني من هنا بدعو الشركات يأمنوا موظفينهم والموظفات، إذا ما بدهم حماية الموظفين على الأقل مسؤولية مجتمعية. مؤسسة عظيمة زي هيك بتستاهل الدعم من كل جهات المجتمع، القطاع الخاص بالذات. فأنا بدعو كل الشركات اليوم قبل بكرة أنهم يسجلوا بهذا البرنامج. برافو، عن جد موضوع جدا مهم. وكمان للناس إيش بتوجه رسالة يا سيد خزيمة؟ شو بتحكي لهم؟ كيف هيك بتشجعيهم أكتر يروحوا يسجلوا؟ يعني أنا بصراحة بشجع كل مواطن أن يكون عنده هذا التأمين، لأنه أول إشي المبلغ، إحنا قاعدين عم نحكي للفئات لأقل من 60 سنة، عم نحكي عن 40 دينار بالسنة زي ما حكى مستر دانيال، أقل من 3 دنانير بالشهر. يعني بنقدر بدل فنجان قهوة، بدل فنجان بالشهر، القهوة أغلى صدقيني، بالشهر بدل أي عملية، يعني خلينا نحكي بدل تاكسي لمكان معين، بنقدر على الأقل نسبة كتير كبيرة من المواطنين الأردنيين بيقدروا عليها. وخلينا نخلي التبرعات والإعفاءات للناس اللي عن جد مش عمالها بتقدر تعمل أو تدفع الأربعين دينار. كمان اللي بحب أكده إنه قيمة الاشتراك اللي شخص بيدفعها إن شاء الله ما حد ينصاب وما حد يستفيد منها، بس هو تكافل وتشاركية بيناتنا. المبلغ اللي أنا قاعدة عمالي بدفعه عماله بيروح لمريض من المشتركين اللي انصابوا، وبالتالي أنا ساهمت بعلاجه. مهم كتير. يمكن كمان في شغلة مهم نذكرها، يمكن أغلب الناس ما تفكر بموضوع قيمة العلاج، لأنه بتعرف الصورة النمطية اللي إحنا بخدينها والعادات والتقاليد، الناس بشكل عام فكرة أو كلمة السرطان بتخاف منها. إذا بتمرض وأي مرض بتخاف تروح تفحص، لانه بتخاف يطلع عندها مثلا سرطان، فهي بتقول لك ليه بدي أأمن انه افاول على حالي؟ لا، هذا الحكي مش لازم يكون. هلا في ميزه، في ميزه كثير حلوه لبرنامج رعايه، انه البرنامج مقابل خلينا نحكي ال 40 دينار اللي بيدفعها الشخص، هي بس مش بس بتعطيه في حال الاصابه بتعالج، هو ان شاء الله ما حد يستفيد. الناس الاصحاء من مشتركينا في عندهم ميزه انهم بيقدروا يروحوا مره بالسنه على عياده الكشف المبكر، ياخذ كشف سريري مجاني، في خصومات على المختبرات والأشعة 25%. يعني إذا واحد راح عنده اشتراك وراح على أي دكتور طلب له مثلا صورة أشعة أو أي فحص مختبر أو بعض الفحوصات، إحنا بنعرف مكلفة، يعني يمكن صور الأشعة في بعض الـ MRI وهدول بتكلف 200 و300 دينار. صحيح. مقابل بطاقة الاشتراك بيقدر يروح مالها بالمركز، بياخذ خصم ال 25 اللي هو يتجاوز ال 40 دينار اللي دفعها عن الاشتراك. بالعكس هذا الشيء ممكن يشجعه أنه يكون في عمله، في عنده استمرارية بأنه يفحص الفحص الدوري. بالضبط. هلا إحنا بنركز بمركز ومؤسسة الحسين للسرطان على أهمية خلينا نحكي الكشف المبكر، لانه كل ما كان الكشف المبكر بشكل دوري، بالتالي لا سمح الله في حال الاصابه يتم اكتشافها بمراحل مبكره جدا، وبالتالي يزيد نسبه الشفاء وبقلل من التكاليف. نعم نعم، كلامك صح. بس قبل ما نختم معكم، حابه اعرف منكم كيف قد ايه سهل انه الواحد يشترك فيه؟ يعني شو هي عمليه الاشتراك؟ هل لازم يروح يتوجه هناك سواء اشخاص او شركات؟ خبرينا عن هذا الموضوع. هلا بالنسبه للافراد موضوع الاشتراك سهل، في عنا الأونلاين، بيقدر الشخص على موقع مؤسسة مركز الحسين للسرطان الإلكتروني إنه يدخل في السكشن الخاص لتأمين الرعاية، بيقدر يعرف المعلومات كاملة وفي يشترك، يعبي معلوماته الأساسية ويدفع أونلاين وبيستلم بطاقته الإلكترونية. أو في عنا الناس اللي ما بتحب الخدمات الإلكترونية، لأنه في كتير ناس هيك، بيقدر في إحنا متواجدين يا إما مكاتب مؤسسة الحسين للسرطان أو في إنه مواقع بالمولات، لأنه بتعرف في ناس بعد دوامها فمواقع المولات موجودين للعشرة وحتى أيام العطل الجمعة والسبت، أو بقدر يتواصل معنا على تليفونات البرنامج وإحنا وعلى التليفون نقدر نبعث له مثلا لينك، أو يعني بنلاقي الطريقة اللي بتناسب الشخص ليشترك حسب هو إيش بحب. وهذا الكلام ينطبق على الشركات. الشركات لسه أسهل وأسهل بصراحة. حلو. يعني بتبعت هالقائمة بالكل، بتدفعهم بلحظة يعني بطريقة بسيطة جدا، وإذا بيجي ناس موظفين جداد برضو بتشركهم. وأنا عندي غير الشركات بشكل فردي لأهل زوجتي ولوالدي بلحظة دفعت، يعني هم بكل سهولة، بكل سهولة بيحكوا معك، بيحكوا لك انتهى، ببعتوا مسج
وجددت. فبشكل شركات او فردي كموضوع كثير سهل. حلو كثير، يعطيكم الف عافيه، جهودكم مباركه. نعم. ان شاء الله الكل يضل مركز على هذا الموضوع دائما، ويهتم بانه يجدد ويشترك ويشرك ويحكي للناس اللي حواليه لنشر الرساله. يعني اشتركوا بالتامين اللي ان شاء الله ما بتستفيدوا منه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير لوجودكم معنا استاذ خزيمه. استاذ دانيال شكرا كثير، عن جد قدمتوا لنا معلومات جدا مهمه وعرفنا اكثر عن تامين الرعايه. شكرا لوجودكم معنا. يعني نشكركم على ايصال صوتنا للناس كمان. واجب سهل. ايوه.